تضطر هجوم تقعد لك كثير. لا كان قد حق حكام طاح من انطلقت اليوم فعالية بطولة ليبيا للكرة الحديدية في التخصص القصير والرافع بتنظيم نادي زنتان تخصص الكرة الحديدية، وكانت بمشاركة ما يزيد عن 12 نادي على مستوى ليبيا، وهذه البطولة ستقام لمدة يومين. الأجواء الحمد لله كويسة، يعني تعتبر ممتازة من كافة النواحي، من الإقامة في الاستقبال في تنظيم اللعب، كلها كانت ما شاء الله. الفرق بدأت الفرق الأول والثاني والثالث في اختيارات المنتخب. طبعا احنا على مدار السنة لما قامتش البطولة نظر لعدم وجود الدعم المادي، فربك سخر وهو تم استضافة مدينة الزنتان لاختيار المنتخب إن شاء الله. طبعا هي أي شيء لما تلقى فيه الدعم المعنوي وبالأخص الدعم المادي حتنجح، وفي تخطيط وفي سياسة معينة في برنامج واضح حتنجح كل شيء. بالنسبة لنا اتحاد الليبي الكرة الحديدية المدة الماضية وضع خطة إن شاء الله مستقبلية لسنة 2023، هتكون الخطة كلها واضحة من جميع من ناحية البطولات، من ناحية المعسكرات، من ناحية الأندية، من ناحية المسابقات. العلم لكافة مناطقنا من نادي التخصصي الزنتان. هذا العرس الرياضي والشكر خاص لنادي الزنتان التخصصي. الترتيب الثاني كان محمود روس خطية، الترتيب الأول اللاعب رضا السني. نقول لكم إلى اللقاء، وإلى اللقاء، إلى أن نلتقي في البطولة القادمة بإذن الله.